بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز حاضرا منذ لحظات أعلنت اللجنة هنا في هذا الميدان عن انطلاقة شوط ما شاء الله جديد من انطلاقات الخير والبركة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس من شوطنا الثاني 10 خصص للجعدان. نتمنى إن شاء الله في هذه الرحلة الجميلة، وننوه للجميع ما شاء الله الترصيص إن شاء الله سوف يكون يوم الأحد، وانطلاقة سن الفطمان إن شاء الله لازم يكون الترصيص، بدون ترصيص لن تشارك أي مطية في انطلاقات سن الفطمان الثاني هنا على أرضية هذا الميدان ما شاء الله. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. أذهب إلى المركز الأول إلى الصدارة إلى الناموس. هناك المركز الأول ظبيان سهيل بن خليفة بن عبيد الحميري، النقلة على المركز الثاني راهيل خليفة بن سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الثالث صوغان لمانع بن يمع بن سعيد الغويص، وفي المركز الرابع ما شاء الله هناك من الجانب الثاني على ما اظن شعار بن غصن ناصي لسالم بن علي بن غصنة العامري، بينما اللي في المركز الخامس الباز لاحمد بن مصبع بن جرش ايضا الغفلي، وفي المركز السادس نعم سادس المراكز في هذه اللحظات الجميله. الرقم غير واضح عندي ولكن ان شاء الله بنتعرف عليه. المركز السابع مياس سيف بن مهير بن واس، وفي المركز الثامن شعار بن عمير هناك من الجانب الثاني جاهين عبد الله بن عمير بن مبارك اكتبي، وفي المركز التاسع كفو لعبد الله بن شخبوط بن علي بن سعيد الكعبي يلا يشاعر. هكذا ايها الاخوة كانت النتيجة. وفي المركز الثامن لعلي بن عبيد بن رشيد اكتبي مشرف، وفي المركز التاسع ولا العاشر مصيح لخلفان بن احمد بن عيسى بن شقوي. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه للمراكز اعلاها عليكم بالوفاء والتمام. يا سلام، هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز العشر حاضره هنا في هذا الانطلاق الجميل. الله الله الباز الباز يا بن جرش ما شاء الله عليك، احمد بن مصبح بن جرش الاخفري اللي غادر بالسلام حتى هذه اللحظات يا بن جرش. النقلة على راهي لخليفة بن سعيد بن عبيد الحميري مشرف ثالث المراكز للسيد علي بن عبيد رشيد، وفي المركز الرابع كفو لعبد الله بن علي بن شخبوط الكعبي ايضا حاضر، وفي المركز الخامس اللي بحد عطانا عنه معلومة ابدا ما حد اعطانا معنه معلومه ولا خبرنا عن اسمه ولا شياته على ما ظن شعار بالحمودي اذا ما خان به نعم الشميمي بخيت محمد الحمودي الكتبي. ها هي كانت النتيجه ايها الاخوه للمراكز، ذعناها عليكم. شرف غير مشرف يا سلام غير على الصداره مع المركز الاول. الباس ايضا يحاول هناك من الجانب الثاني وكفو اللي غير ايضا عبد الله بن علي بن شخفوط الكعبي حاضر ولكن وين يا بن رشيد؟ يبغى سلامات الى ارشده هناك الى البطايح، يبغى سلامات ذاهبه الى البطايح مع منجم الناموس. يا سلام يا بن رشيد، الله 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 يا مشرف علي بن عبيد بن رشيد بن عبيد الكتبي اللي انقل السلام في هذا اليوم الجميل، في هذا اليوم المميز. بقول سلام على هذا الشعار اللي صال وجال على هذا الميدان او في اي ميدان. تهانينا لمالكه، تهانينا لعشاقه علي بن عبيد بن رشيد بن عبيد الكتبي، وبقول سلام يرشده سلام، واسعد الله صباحكم بهذا الانجاز وهذا الناموس الجميل والمشرف. المركز الثاني كفو لعلي عبد الله بن علي بن شخبوط، المركز الثالث والرابع عند اللجنه حكم، وفي المركز الخامس بنقول شاهين احمد محمد بن سعيد بن عضيلي العام. توقيت الزمني بنقول 4:36 و84 جزم الثاني. تهانينا والناموس.